بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك للأخ العزيز عبد العزيز شرف أبو حسين ولأهله ومحبيه ولنا جميعا معانقته للحرية. أبو حسين كان معي في سجن جاو في مبنى 13. عرفته شابا ملتزما مع خالقه خاشعا في العبادة ومع الناس ذو خلق رفيع. عرفته شابا معطاء يقدم الحب والمساعدة فأحبه الجميع. عرفته شابا ذا إرادة رغم قسوة الظروف في السجن، إلا أن معنوياته كانت دائما مرتفعة والابتسامة لا تفارقه، وكان في نشاط وحيوية دائمة.